غادي ندفي غادي تمشيو نتوما في حاله الى لا دابا حاليا انا ما عنديش فين نمشي دابا حاليا. هما اليوم قالك ما تبعتيش في الدار. شنو ما في كاين عندكم داك الشق اللي كاين في الفوق في السطاح في الفوق ديال السطاح الدار اللي متكيه عليها حنا في البريمير ولا في في البروميير في الفوق في الفوق انايا دوزيام حيت ملي طاحت حنا سمعناها فهمتي الدار اللي حدايا راه طاحت راه كما شفتوا كيفاش تسمعتوا نتوما حنا جالسين عا تسمعنا داك الشيء تما حنا واش الرعد ملي طلينا لقينا الدار طاحت صافي خرجنا انا والدراري للزنقه وقع شي تشققات عندكم لداخل عندنا تشققات شافوهم السلطات قالوا لنا صافي خصكم تخرجوا عندكم الناس دخلوا الناس السلطات جاو حضروا طلعوا للدار الفوق شافوها صافي قالوا امروكم باش تخرجوا امرونا باش نخرجوا فين غتمشيو دابا ما عرفناش فين غنمشيو دابا انا حاليا انا حدا الدار دابا شحال عندك ديال الوليدات عندي ثلاثه واخا لا الزوج ديالي ما كاينش هنايا واخا بالنسبه لك دابا انت هي راك ساكنه في الدار ربما عارفه احسن منا حنا واش كتشوفي الدار بلي اهلها السقوط ولا كتشوفها بلي راه ربما غتبقى عاديه ما كاين لا هذيك الدار تقدر تبقى عاديه يقدروها الاصلاحات بالنسبه للدار انا اللي فيها يقدروا الاصلاحات مع البني قديم راه انتم القصبه راكم عارفينها هي الدار اللي كانت حدانا بان مضرره بزاف الدار اللي حدانا بان اللي طاحت بانها قديمه واش بين كاس الحاج ما كاينينش ماليه ماليه ما كاينينش خدا السيد ما كيجي لها حتى شي حد فيها وراثه باعوها لواحد السيد باقي ما حضرش اليوم كيكون صايبه غدا كيكون صايبه باقي ما دار فيها حتى شي حاجه راه كيما شفتوا عمرها ما مصلوحه عمرها ما حتى شي حاجه اصلا ديك الدار قديمه يعني حتى الا بغى يصلح مول هذيك الدار انتم بالنسبه لكم غتشكل خطوره اصلا من الا بدا الاصلاح وبدا التهراس بدا التهراس من اصلح انا ما نبركش فيها انا ملي كان كيقول لي غنصلح كنت كنقول ولا امتى يقول لي امتى يبدا الصلاح غنخرج انا ما نقدرش نبرك لا داري دار دار راجلي دار راجلي يعني ورث الوراثه هذوك اللي هضروا قبيله راه وارثين معايا تا هما وارث كطالبي من خلال هذه المنابر هذه ايوا كنطالبوا بالسلطات يشوفوا عندنا شنو يديروا واش الاصلاحات ولا تريب ولا ما عرفتش شنو انتم في نظركم انتم واش كتشوفوا ان الدار خاصها ضروري تريب عاد باش تصلح ولا ترمم بحال هكا اي نظر اللي طاحت اللي في الله اللي الفا ديالكم انتم المعنيين لا لا حنا ديالنا ما تريبش حيت دي خاصها الاصلاحات على ما اظن خاصها الاصلاحات كما شافوا السلطات شافوا الاصلاحات زعما ما سولتو سولتو المعنيين بالامر جاو داروا المعاينه في الدار ما عرفناش دابا باقي ما عرفنا حتى شي حاجه باقي ما عرفنا والو دابا باقي ما عرفنا حتى شي حاجه غير خفنا حنا دابا ملي تبدا يريبوا الدار اللي طاحت يقدر يكون شي مشكل ولا لا عندكم حنا دابا ما نقدروش ندخلوا ليها لا اليوم لا غدا انا تيديروا للدار ليها حل ما نكذبش عليك فين غتباتوا وما عرفناش فين نباتوا دابا حنا غنشوفوا واش غيخلونا نطلعوا للدار نبقاو فيها ولا نبقاو في الزنقه ما عرفناش شنو المشكل بالنسبه لكم نتوما تبقاو مرتاحين دابا وقعت هذه الواقعه حدا ما نبقاوش مرتاحين راه واخا يقولوا لي طلعي ليها راه ما نطلعش ليها ما نبقاوش مرتاحين ما نقدرش عليه شنو البديل بالنسبه لك الشيء واش نقول لك ما عرفت شنو البديل شنو هو فين هو البديل فين هو البديل حلو صافي حل خاص حل يكون حل يديروا لها حل حل من عند من كطلبوه ايوا كنطلبوه من عند المسؤولين الحل راه كنطلبوه من عند المسؤولين عند من نطلبوا راه كنطلبوا عند المسؤولين ماشي ما نقول شكرا لله كما سمعتوا احدى ساكنات بالمنزل المجاور او الملتصق بمنزل الاي للسقوط ما خارجين دابا من ديورهم ما عارفينش روسهم في غيباتو ما يقدروش يرجعوا للمنزل لان السلطات منعاتهم على انهم يدخلوا للمنزل لانه فيه تصدع وفيه كذلك خطوره على الحياه ديالهم وعلى الاطفال ديالهم نسعهم الله السلامه القضيه ما بقاتش يعني سهله فعلا تقدر تكون كارثه تقدر تكون شي مصيبه عظمى حنا ما قادرينش اننا نسمعوها وما قادرينش عليها لهذا كان النداء ديال السيده وهو ان المسؤولين يلقاو لهم شي حل لهذه المعضلة ولهذه الكارثة هذه. إلى هنا نقول لكم كنتم معنا عبر مغرب نيوز بخصوص المنزل الآيل للسقوط بالقصبة المحمدية والسلام عليكم.